استطاعت جمعية أمل للمعاقين بمناسبة اليوم العالمي للمعاق أن تقدم حوالي 50 كرسي متحرك للعديد من المعاقين الذين يحتاجون لهذا الكرسي، خاصة أنه هو الوسيلة الوحيدة التي تساعدهم على التنقل على مستوى مدينة الدار البيضاء. ماذا استفدت من هذا الكرسي؟ هذا قيدوني، قال لي قيدوني صافي، قيدوني أنا، أعطوني الكرسي. قيدوك وعطوه لي. حيت كانت عندي واحد كان عندي واحد الكرسي ماشي ديالي، ديال شي واحد السيد اخر، ومن غوتوا عليا قالوا لي الكروسه، قلت لهم ديرها ما تبانش ديالي، قيدوني وقالوا لي جي تاخذ الكرسي ديالك. شحال دابا باش قيدوك؟ ما يلتزم بك ما كملش سيمانه. شكون اللي تيسوق بك الكرسي؟ واش انت ولا لا؟ السيده ديالي انا، الزوجه ديالي الله يكثر خيرها. تادية الثانية. كيف استفدتي دابا من الكرسي مرات؟ الحمد لله الله يكثر خير، واخا ما كنت محن في السوقان ما عنديش الولاد كنت محن الحمد لله. انا كنت ولدي مشي يضرب داك العرق، نسالك الصراحه كنت ضرب العرق تفوتوا لي الشلالات ديال داك الفقره ديال ظهري، راه عندي الدوسيه ما جدوش، وبقيت عند داوني الحباب بحال وجهك داوني العدد القمر وداك الشيء، درت دار لي ريم، دار لي داك السكانير، صاب الفقرة فوتين، قال لي ديري عملية، قلت لي ما نقدرش ندير عملية وما عنديش، ما في انا على قد حالي صافي، ما درتش العملية، ولكن دابا ما كنت مش راه دابا عامين دابا وانا في هذه الحالة والحمد لله. اول مرة استفدت من هذا الكرسي المتحرك، كانوا هادشي الناس اللي كيساعدوني الساعة دابا هذه الجمعية الله يكثر خيرها، راه ساعدتنا بهذا الكرسي المتحرك وهذه المساعدة، الله يجازيهم بخير، وكنشكروا رئيس الجمعيه الله يجازيه بخير. الله يكثر. والكرسي غيعاونك شويه في التحرك؟ لا غادي يعاوني في التحرك مزيان، كاين عندك في الدار وخروج وهذاك الشيء، الله يكثر خيرهم الله يجازيهم بخير. انت اللي غتستعمل هذا الكرسي بوحدك ولا غيشي واحد يسوق؟ لا غنستعمله بوحدي، نفعونا صراحه مزيان الله يكثر خيرهم. هذا البرنامج اللي قدمنا اليوم، هذا البرنامج لدعم الكراسي المتحركه والعكاكيز والادويه والإعانة بالنسبة لهاد المعاقين، كتدخل في اليوم العالمي للشخص المعاق. حنا كنحتفلوا به عن طريق توزيع لوازم طبية، كنعرفوا بأن الشخص المعاق الوسيلة ديال التنقل ديالو هو الكرسي المتحرك. فأبات الجمعية دائما في هاد المناسبة كتقدم كراسي متحركة بالمبادرة ديال المحسنين اللي حاضرين معنا، اللي هما كيشوفوا العملية كيفاش كدوز. أكيد وضعية المعاق الحمد لله كتحسن، ما نقولوش بان نظره سوداء، بالعكس كاين تحسن، كاين صندوق التماسك الاجتماعي، كاين مسائل اللي جات ايجابيه وكيبقى ما هو سلبي. يظل مشكل الولوجيات من بين المشاكل التي تؤرق ذوي الاحتياجات الخاصه على مستوى مدينه الدار البيضاء، والامر الذي يخلي المجالس المنتخبه او المؤسسات العموميه بصفه عامه تفكر في هذا الامر بشكل جدي. مشكلة الولوجيات من المعيقات للشخص المعاق، لأن كنحرموا من أبسط حقوق ديالو وهو الولوج للمرافق العمومية. كنتمنى باش الحكومة دير مجهود في هذا الإطار وتعطي حق الشخص المعاق في إطار الولوجيات المرافق اللي هي أساسية. ما يمكنش أن واحد السيد كنقصيوه، إلا تكلمت على الولوجيات راه كنتكلم بالنسبة للتندرس، الولوجيات في المدارس باش ما يتقصاش، الولوجيات في الشغل، الولوجيات في الشارع، لان من خلال الولوجيات هي الوسيله الحياه العيش الكريم بالنسبه للشخص المعاق. اولاد الناس، شي ولد الناس اللي هو راضين عليه والديه بكل صراحه، وشي حد يفوتك ما يعقلش عليك، تكون عقبه ولا حفره ولا ما يعقلش عليك، وشي حد يجي يجري كيدير المعاونه الله يكثر خيرهم، واخا هكاك باقي الخير شويه في البلاد الحمد لله.